بنقدم خدمات الانترنت للافراد والمؤسسات من اكتر من 16 سنه. احنا دايما بنعتمد على الابتكار والتطوير في مجالنا، عشان كده حابين ندور على شريك يساعدنا في تاديه المهمه دي، وبزنس بيلدر كان الشريك المناسب اللي احنا اخترناه للمهمه دي. بزنس بيلدر ساعدنا خلينا نقنن افكارنا بحيث نقدر نطلع باسلوب علمي للتطوير المنتجات والخدمات بتاعتنا. بقالنا 3 ايام واخدين ووركشوب مع بزنس بيلدر. جزء من شغلي كبير ان احنا بنعمل اناليسز على البروجكتس الجديده. بزنس بيلدر هيعرف يساعدني في حته ان احنا ناناليز البروجكتس دي ونسورت البروجكتس بطريقه احسن شويه، فهنخلص شغلنا بطريقه احسن. حاجه مهمه بالنسبه لنا هنا في شركه نور ان احنا نطور من الموظفين عندنا، وذاتس واي احنا عملنا الشراكه مع بزنس بيلدر. بالنسبه للانجينيرز انا شايف ان هم تكنيكال قوي، فهم ابتدوا يعرفوا في البيزنس كونسبت من خلال الوركشوب. وبالنسبه لي ان انا كانت مفيده ان انا هاو تو بيلد كونستراكتيف ستراكشر، وازاي ان انا احافظ على الايديا بتاعتي ثرو البيزنس بيلدر على الويب سايت، ان انا افضل اتراك الايديا بتاعتي او ان انا ابديت الايديا. From the project management perspective انا في ناس كتير قوي بتجيلي thoughts و ideas بيبقى عايز يعملها كبروجكت، بس هو مش عارف يوصل ازاي الفكره توصل في الاخر تبقى بروجكت. بعد البوت كامب ده وبعد ما استخدمت البيزنس بيلدر بلاتفورم، لا الموضوع بقى سهل جدا منظم جدا. انا ممكن اخده within 1 hour، ممكن اقول له انت ازاي تنظم افكارك وتطلع في الاخر بالفكره دي تحولها لبزنس كيس، ممكن بسهوله جدا يحصل لها ديبلويمنت. الورك شوب بتاع بزنس بيلدر خلانا نعرف كويس قوي نشوف البيرد اي فيو للمشكله كلها، عشان لما نيجي نقدم حل السولوشن ده يبقى ويل راوندد انف ان هو يجو لايف تو ذا ماركت. بزنس بيلدر طريقه فيري بروفيشنال عشان ادوكيمنت كل حاجه في البروجكتس من وجهه نظر السيلز والماركتنج والريفينيو والديستريبيوشنز كل حاجه. احنا كنا مبسوطين قوي بتجربتنا مع نور النهارده، ان احنا نشوف 30 بزنس بيلدر من الامبلويز من التوب مانجمنت بيحققوا حلمهم النهارده وبيبنوا البيزنس كيس بتاعتهم عن طريق البلاتفورم بتاعنا. ده كان بالنسبه لنا نجاح كبير جدا، والاكتر من كده ان هم الكونتريبيوشن اللي شفناه على الفيرتشوال، وان هم برغم ان يعني انا كان في ناس تبعت لي مسج الساعه 2 بالليل ثرو ذا بلاتفورم ان هم عايزين يدوا كومنتس، فالتفاعل ده في حد ذاته حسيت ان هو مش هيبقى بس مجرد ورك شوب وخلاص هنروح والموضوع خلص، لا اتس ان اون جوينج انوفيشن، اتس ان اون جوينج بيلدينج ذير دريم. عملنا بزنس بيلدر عشان يسهل عملية التواصل ما بين أصحاب الأعمال وأفراد الفريق بتاعهم أو الاستشاريين في مجالات مختلفة للوصول لمستوى نمو أعلى من اللي هم فيه. كل يوم بنطور في البلاتفورم بتاعنا، كل يوم بنحاول نشوف الناس محتاجة إيه ونعمله لهم، بنحاول نكون دايماً ahead of the market need، بنحاول نكون بنستخدم احسن تكنولوجي موجوده. Our mission is to make investors fall in love with your company.